السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب، عاملين ايه؟ النهاردة معانا فكرة جديدة خالص، وهي كيفية اعادة شبشبنا المؤاخذة، يعني شبشبنا القديم لحالة كويسة. الشبشب ده كان طبعا قديم عندي، والوش بتاعه كان ليه وش هنا وباظ كده وداب، فشلته وقلت اغير الوش بتاعه ده بحيث لما البسه يبقى شكله حلو. الحاجات اللي هتلزمنا مقص طبعا، وشوية كلف المتواجدة معانا في كل عمل، ومسدس شمع، وإبرة وفتلة لو احتاجناها، وبنطلون جينز قديم. طريقة العمل بقى إن شاء الله، بسم الله نبتدي. مسدس شمع طبعا، بسم الله نبتدي. البنطلون القديم عندنا هناخد مثلا حتة من الرجل، اهي مثلا الحتة دي كده مثلا، يعني مثلا وليكن القد دي كده، وهنقوم شايلين طبعا هنفتحها بقى من بعضها، هنفتحها كده من بعضها، وهناخد حتة الطول اللي احنا عايزينه والعرض اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا الطول ده والعرض ده. هنيجي هننسل اللي هو الطرف ده، هننسله كده، نفضل نشد الفتل منه، نشد الفتل منه لغاية ما يبقى عامل، نطلع الفتل، نشيل الفتلة الزرقاء ونطلع الفتلة البيض كبيرة اهي، عرض كبير، وشدت الفتل اللي هنا كده مثلا اهي. هنعمل اتنين ونيجي على الشبشب، مش مهم الطرف التاني نشده، هو انا كنت هشده بس يعني مش لازم، يعني انا كده كده هبقى مغطياه، او هتبقى يعني وش الرجل عليه. هنيجي هنا هنلزق اول طرف، يعني هنا اول طرف كده اهو، اول طرف للقماشة نفسها. بصوا بقى، طبعا احنا هنا الصباع، مكان الصباع، هنعمل ايه بقى؟ هنروح مرجعين دي كده، دي كده اهي، بحيث ان هي تدينا الشكل برضو الطبيعي، ونلزقها. كده ولا كده احنا هنحط عليها برضو كلفة مش هتبان اهي. الشمع لسعته صعبة. كل مرة بقولها لكم، انا عارفة انكم زهقتوا من الكلمة دي، بس والله خايفة عليكم، خايفة عليكم من لسعة الشمع، لأن الشمع صعب جدا. وهنقص بقى الزيادة، احنا منقصش الزيادة خالص غير لما نثبت القماشة نفسها، واللي تلاقيها فات شمع حطوها. طيب نيجي بقى انا هخيطها برضو بخياطة عادية عشان ده ما يطلعش، يعني نجيب اللي هي الكلفة دي، هنقسمها اتنين، وهي بتاعت مترين، دي مترين او مترين وربع، يعني قسمناها اتنين علشان ما نخشش قوي في الكشكشه دي ونروح احنا نسينا. نكشكش بقى،
احنا نغير بس الشكل. طبعا الازدواء ده بيبقى يرجع لكم انتوا برضو، المهم انتوا تاخدوا الفكرة وتعملوا بقى ابداعاتكم انتوا، ابداعاتكم الشخصية بقى والافكار الجميلة يعني. المهم ان هي دي الفكرة، ان احنا بنمسك الشبشب لمؤاخذة يعني ونزوقه بقى ونعمله براحتنا. ممكن يتعمل بخرز بس، ممكن يتعمل بألماس بس من غير الكلف والجنس والحاجات دي، بس انا عشان ده للبيت يعني، ده اللي هيبقى للبيت، فايه فما كلفتوش قوي يعني، دي بقى اقل تكلفة عندي في البيت. وانا شلتها يعني، دي كانت كلفة محطوطة على حاجة. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما خلصت انا الاتنين اهم، لسه بقى لسه هنحط لهم ايه بقى، شوية لولي من ده نفس شكل الكلفة يعني. احنا هنحط عشوائي كده بقى، مش هن ايه ده للبيت يعني، مش خروج ولا حاجة، بس احنا لو عايزين نعمله خروج ممكن نجيب بقى كلفة اللي هي الكلفة اللي هي اللي بتلمع دي، اللي بتلمع دي، ونعمله عليه. وممكن من غير ما نعمل قماشة الجنس ولا حاجة، نعمل على طول خرز من ده، بس نحطه بقى بأشكال ايه يعني، مثلا يبقى ألوان مختلفة، مش يبقى لون واحد وألوان. هو الفيديو بتاع النهاردة سهل وبسيط كده، وأي واحدة تقدر تعمله، وأي واحدة متوفر عندها في البيت كلف وقماش جنس وحاجات، حتى لو انتوا هتقطعوها من الاكسسوارات اللي هي انتوا خلاص مش هتلبسوها. وهو اصلا الخرز على القماش الجينز مش هيطلع يعني، بيتهيألي كفايه كده عشان هو اتملى بهرجه قوي. على فكره الزواق والبهرجه والحاجات دي على اذواق يعني، كل واحد بيعمل على ذوقه يعني، مش شرط هيبقى نفس الشكل. اهو ده للبيت بقى، حاجه شكلها حلو ومريحه. وعندكم بقى لو انتوا مثلا في خلاص داخلين على الشتاء او عروسه وعايزه تعمل شباشب شكل بيجاماتها شكل روابها، ممكن تجيب نفس الكلفة، نفس كلفة الشكل اللي هي عندها، وشباشب من العادية خالص دي اللي هي رخيصة كمان مش غالية يعني. الشباشب دي اللي هي من غير زرقشة وزواق بتبقى رخيصة، وتزوقها هي بقى شكل بيجاماتها شكل روابها، عايزة تبقى في البيت لبس شكلها حلو وشيك وتدبر. انا هخلص ده وهاجي اوريكم الشكل النهائي. خلاص انا خلصت اهو، وحطيت الخرز بقى كده وكده. ايه رأيكم في شكله؟ اتمنى لو عجبكم الشكل بقى تدوسوا اعجاب، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، لان احنا ان شاء الله عندنا سلسلة من الاعمال الفنية اليدوية قريبا باذن الله، تعليمية برضو. واتمنى منكم مشاهدة ممتعة، واي سؤال او اي استفسار سيبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليها على طول. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا والى اللقاء في عمل جديد اخر باذن الله. السلام عليكم.